تليفون حد قريب منك وحبيبك قوي. مين؟ نجرب الصوت. يلا احنا هو في الساعات الاخيره من 2019 اختبار اهو. يلا لسه ساعتين. لسه ساعتين. قول الو يا كابتن علاء. الو الو. ايوه حبيبي يا علاء. هو مش بعيد قوي. اه كابتن مرهم همام. انت سامعني بقى؟ حماده صدقي يا حبيبي. حماده صدقي معايا. حماده صدقي. اه حماده. ازيك يا حماده؟ ازيك على اخبارك يا حبيبي؟ ازيك يا حماده؟ الف الف مبروك يا حماده. الله يبارك فيك محمد. كابتن حماده ازيك ومنور الدنيا وسعداء بجد بتجربتك مع الهلال وعامل مفاجاه جميله في ملعب رادس. ولعت المجموعه حماده. ايه يا حبيبي؟ بقول لك كابتن علاء ولعت المجموعه. يا طب ما كل واحد بيجتهد يعني عشان يوصل لاي حاجه ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونصعد باذن الله ان شاء الله. لا والله حماده انا سعيد جدا وكنت سعيد لان يعني كنت مصمم ان انا اتكلم معاك فعلا لان انا سعدت باداء الفرقه جدا الماتش اللي فات اللي انت كنت لسيرك وفكرك في مع الفرقه ودي حاجه بتسعدني لان انت من جيلي ودايما طول عمرك يعني راجل جميل ومدرب جميل ودي بدايه حلوه قوي يا حماده وان شاء الله يا رب تكمل على خير وعندك ماتشين. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يوفقك يا حماده ونسمع عنك كل خير يا رب ان شاء الله. يا رب يا كابتن ربنا يخليك على اسلام يا حبيبي. الله يخليك. كابتن حماده يعني 2019 بالنسبه لك هي كانت في الرمق الاخير في اللحظه الاخيره مباراه النجم الساحلي انطلاقه مختلفه وتعويض لك حتى على المستوى التدريبي لما حدث خلال هذا العام. ما فيش حاجه الحمد لله. الامور كلها عندي يعني كان بالنسبه لي عام 2019 كان عندي هدف في الجونه والحمد لله اتحقق بنسبه 100% اللي هو البقاء في الدوري واصعب دوري اتعمل مش اقوى دوري بقول اصعب دوري اصعب دوري يعني في حياتي اللي انا شفتها في الدوري المصري ده كان اصعب دوري. يعني انت لغايه قبل انتهاء اخر اسبوعين في حوالي 12 فرقه مش عارفين مين هيهبط حقيقي فعلا. كان دوري صعب جدا بمعنى الكلمه ودوري طويل ودوري صعب. فاللي كان بيقعد من الفرقه الصغيره قدر يقعد حقق انجاز كبير وكان المطلوب مني ان انا اقعد في الدوري والحمد لله تحقق قبل ما ينتهي باسبوعين فده كان بالنسبه لي تحقيق هدف كويس جدا. فما فيش حاجه تعويض عن حاجه يعني الحمد لله دي مرحله وانتهت وكنت عامل قعدة دكتور مع الجونه وبشكر الناس كلها طبعا على المجهود اللي عملوه معانا عشان الفرقه تقعد وطبعا المجهود حماده لوحديه حماده والجهاز الفني واللاعبين والاداره اكيد ليهم دور كبير في بقاء الجونه وده اتحقق الهدف بنسبه 100%. انتهى العقد جالي حاجه ثاني الحمد لله تحد جديد بقى الواحد بيحاول يجتهد ويشتغل في مكان في تحدي جديد يعني انت في الدوري خلاص وجالي الحمد لله جالي اكثر من فرقه في الدوري ممتاز ولكن لما جالي التحدي الخارجي دوت مع فريق كبير زي الهلال طبعا لا رحت هناك على طول وربنا يوفقنا في التحدي الجديد يا رب ان شاء الله. طيب ايه اللي عملته في المده القليله دي مع الهلال السوداني عشان يلعب مباراه كبيره مع النجم الساحلي وده تفوق لاول مره للهلال على الاراضي التونسيه مع النجم الساحلي في رادس بس هو مش تفوق للكابتن حماده يعني مش اول تفوق ليك على جريده دايما في المواجهات المباشره ما بينك وبين جريده دايما متفوق على جريده في كل المباريات. إيه الحمد لله مع اني انا يعني ما بصدقش قوي في الحاجات دي لكن التجربه مع الهلال يعني خلال الاسبوعين في فرقه خشتها كده تحس انت في قبول بينك وبين اللعيبه بيفهموك بسرعه بيسمعوا الكلام ده ساعدني بشكل كبير جدا. ربنا وفقني ان انا قدرت اعرف قدرات اللعيبه بسرعه ولعبت على الحته دي على الواقعيه شويه معاهم يمكن والتوفيق من عند ربنا طبعا ربنا وفقني في بعض حاجات في التشكيل في الاختيارات في طريقه اللعب موجود طريقه اللعب كمان قويه جدا. النجمه عندها اكثر من حل في كل مناطق الملعب فريق قوي جدا وكان التوفيق معانا ازاي وقفوا كويس دافعنا طريقه دفاعيه بحته طبعا في الاول وبلعب على فرصه واحده يعني طول المباراه عايز استغل حته واحده بس اهم حاجه ما يبقاش عندي اتحاد يشتغل فيها اكيد ربنا وفقنا الحمد لله. ولعبت النجم بنفس طريقه اداء النجم على فكره لما بيلعب خارج تونس. والله انا صار بص انا جبت ماتشاتي كلها الماتش اللي لعبه في بلاتينيوم لعب ضغط من قدام ما لعبش زون ديفنس تمام بس هو بيغير في طريقه لعبه في اكثر من سيناريو بيعمله اثناء المباراه. يعني لما بيجي في جوان بيرجع يلعب ديفنس لما عايز يكسب بيلعب ضغط من قدام فالضغط من قدام بيعمل مساحات كبيره في المنطقه الخلفيه ورا بالظبط كده والتوفيق من عند ربنا اللعيبه نفذت
بشكل كويس ومعاهم التوفيق الحمد لله. لا وروح كمان يعني طريقه لعب وروح فريق الهلال، انا شفت روح غير طبيعيه للاعيبه بصراحه طول ال 90 دقيقه. جيد المباراه، التحضير كان جيد جدا للمباراه. تحضير نفسي كمان. طيب حسابات المكتب كابتن حماده، لان دلوقتي المجموعه اصبحت متشابكه، وحتى موقع الاتحاد الافريقي وصف المجموعه بانها المجموعه الاشرس والاصعب، رغم ان الكل كان بيتوقع انها مجموعه في المتناول بالنسبه على الاقل حتى للاهلي والنجم، لكن بعد الثلاث مباريات لا المجموعه بقت متشابكه والحسابات بقت معقده ما بين الثلاث فرق. تمام، يعني كل واحد عنده طموح زي ما قلت من الثلاث فرق، يعني كان الاول الناس كلها مرشحه الاهلي، لكن النتيجه المفاجاه اللي حصلت دي غيرت الحسابات كلها. اكيد كل واحد يجتهد ويسعى الهدف، انا عايز اوصل لاخر مشوار في البطوله، ده اجتهاد بنسعى فيه، يعني ربنا وفقنا فيه وفقنا وفي ناس برضه الحمد لله ادينا بنسعى مع نادي كبير مش صغير، عنده جماهيريه كبيره، قاعده كبيره جدا في السودان، نادي كبير في قوه جماهيريه معانا هتترم ده ان شاء الله في ماتشات اللي في ملعبنا، ماتش النجم ماتش الاهلي عندنا بره بلاتينيوم، فان شاء الله نقدر نوصل لابعد مكان باذن الله في المجموعه. كابتن علاء يعني محتاجين نروح لكابتن حماده اخر جوله احنا مخلصين وهو مخلص. وهو بص انا 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 في التقدير الشخصي يا حماده ان النادي الاهلي والهلال ان شاء الله اللي هم اللي هيوصلوا. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله وموفق يا حماده دايما ان شاء الله، لانك انت تستاهل كل خير بجد يعني.